السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم. النهاردة إن شاء الله يا ولاد هنتكلم عن Aquatic Ecosystems. Aquatic Ecosystem يا ولاد هي Water Ecosystem، هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة، أو هنتكلم عن Water Ecosystem بالتفصيل. بس قبل ما أبدأ الفيديو يا ولاد، ما تنسوش تراجعوا أسئلة الهومورك بتاعت الفيديو اللي فات، ده إجابة أول سؤال وتاني سؤال أهو يا ولاد، ما تنسوش تأكدوا من إجابتنا. تمام، النهارده يا ولاد هناخد ليسون 4 وليسون 5، وهنبقى كده خلصنا اول كونسبت معايا في المنهج الترم ده. بيقول لي يا ولاد aquatic ecosystems او water ecosystems، تمام، يعني الايكو سيستم طبعا يا ولاد اوف ووتر، سواء كانت oceans او lakes او rivers، يعني سواء يا ولاد الايكو سيستمز دي عندي لا اما تكون salt water ecosystems لا اما تكون fresh water ecosystems. يبقى aquatic ecosystems يا ولاد divided into salt water ecosystems و fresh water ecosystems. أول حاجة عندي يا ولاد salt water ecosystems. زي ايه salt water ecosystems؟ طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا يا ولاد زي oceans، زي المحيطات. They are the largest salt water ecosystems، ده يا ولاد أكبر of the largest salt water ecosystems موجود on the earth that cover large parts of earth's surface. طبعا لو جالنا scientific term يا ولاد نعرف على طول the largest salt water ده هيكون oceans. يبقى دي أول حاجة معايا يا ولاد salt water ecosystems. salt water ecosystems بقى يا ولاد قسمناهم، أول حاجة هنتكلم عن salt water of oceans and seas، تاني حاجة يا ولاد هنتكلم عن lakes أو salt water lakes. احنا قلنا يا ولاد إن احنا lakes عندنا أو البحيرات ممكن تكون fresh water وممكن تكون salt water، يعني في كده وفي كده. تمام، أول حاجة هنبدأ بيها salt water of oceans and seas. الـ oceans والـ seas يا ولاد البحار والمحيطات بيتقسموا عندي لحاجتين areas. يعني إيه shallow areas يا ولاد؟ يعني مناطق سطحية، يعني مش مناطق عميقة، مش مناطق deep، دي مناطق سطحية على سطح البحر أو المحيط. زي إيه المناطق دي يا ولاد؟ زي المناطق اللي بيكون فيها coral reefs، بيكون فيها شعاب مرجانية. لو عملنا snorkeling كده وشفنا شعاب مرجانية كده بتكون واضحة جدا أول ما بننزل في البحر، ما بتكونش على أعماق ولا حاجة، دي كده يا ولاد موجودة في الشالو areas. وكمان عندي منطقة اللي موجودة دلوقتي دي يا ولاد في الصورة اسمها intertidal zones. اسمها إيه يا ولاد؟ intertidal zones يعني إيه؟ يعني المناطق اللي بيحصل فيها مد وجزر. مش عارفة الكلام ده هتكونوا خدتوه في الدراسات ولا لأ، بس هشرح لكم دلوقتي يا ولاد يعني إيه intertidal zones. دي يا ولاد بتكون areas along the coast that disappears underwater at the high tide and appears at the low tide. يعني ايه يا مس؟ يعني يا ولاد at the high tide لو في مد البحر، يعني يا ولاد كان عالي، كان high tide كان عالي وكان في مد والبحر وصل لحد المنطقة دي، فالمنطقة دي كلها يا ولاد بيحصل لها disappears underwater. كل المنطقة اللي انت شايفها قدامك دي واضحة كده بتختفي تحت المية، دي كده يا ولاد at high tide. طيب لو في جزر بقى، يعني ايه جزر؟ يعني لو البحر رجع لورا، البحر او المحيط رجع وكان يا ولاد low tide، ساعتها يا ولاد المنطقة دي بتبان زي ما انتوا شايفينها قدامي كده، دي منطقة كده باينة البحر رجع لورا. يعني ساعات يا ميس المنطقة دي اللي قدامي ما بتبقاش موجودة، اه ما بتبقاش موجودة يا ولاد، بتبقى disappears under water لو البحر كان عالي وكان high tide. تمام يا ولاد، يبقى المناطق دي يا ولاد اسمها intertidal zones. The area along the coast that disappears underwater at the high tide and appears at the low tide. كده احنا اتكلمنا عن أول حاجة يا ولاد وهي shallow areas. Number two بقى يا ولاد دي بقى مش shallow areas، دي مناطق عميقة جدا في البحر أو المحيط. شايفين يا ولاد بتبقى مناطق dark ازاي؟ طبعا النور ده احنا اللي نازلين وماسكين طبعا فلاش لايت عشان نبتدي نستكشف الأماكن دي. دي بقى يا ولاد بتكون deep areas، موجودة في ocean and sea، موجودة في الأوشن والسي، اسمها deep areas مناطق عميقة. These areas are called abyssal zones. يعني ايه يا ولاد abyssal zones؟ يعني مناطق عميقة جدا. Very deep areas in oceans، وكمان يا ولاد بتكون dark areas so the sunlight can't reach them. طبعا يا ولاد sunlight عمرها ما هتوصل المناطق العميقة دي او ال deep areas. طبعا يا ولاد هنا يجي لي سؤال give reason no green plants can survive in the abyssal zones of oceans. هيكون ليه طبعا يا ولاد؟ طبعا يا ولاد علشان المناطق دي don't reach the sunlight that is important for making food in plants أو important for photosynthesis. يبقى المناطق دي يا ولاد أو الأبيسال زونز
أو deep areas in oceans مستحيل تلاقي فيها plants، لأن البلانتس محتاجة sunlight والمناطق دي بتكون dark places the sunlight can't reach them. كده يا ولاد اتكلمنا عن salt water in oceans and seas. تعالوا بقى نتكلم عن salt water lakes. عندنا هنا example يا ولاد لل salt water lakes وهي lake أسل. بحيرة يا ولاد اسمها ليك أسل موجودة in جيبوتي. بتتميز بإيه بقى يا ولاد ليك أسل؟ There are few plants, few fish can grow in lake أسل. plants قليلة جدا يا ولاد وكمان الفيش قليلة. تفتكروا ليه يا ولاد؟ طبعا احنا عارفين انها salt water. مش بس يا ولاد salt water، دي كمان has high concentration of natural salts. So it's too salty for fish and most aquatic animals to live in. مش بس يا ولاد هي salt water، تركيز السولت ووتر يا ولاد فيها بيكون high concentration of salt، عشان كده يا ولاد بلاقي few plants و few fish in lake أسل. living organisms يا ولاد اللي بتكون موجودة فيها different types of bacteria. طيب in Egypt there are salt water lakes. هي الاكزامبلز يا ولاد in Egypt للwater lakes أو للsalt water lakes عندي lake Manzala, lake Mariut, Bardawil and lake Etko. دي كده يا ولاد examples لل salt water lakes اللي موجودين in Egypt. كده يا ولاد نكون خلصنا salt water ecosystem. هنتكلم دلوقتي عن fresh water ecosystems. number one عندي ponds and lakes. طبعا lakes يا ولاد البحيرات و ponds يا ولاد عبارة عن بركة من المياه زي اللي موجودة قدامنا دي كده. in many ponds and lakes the water is present all year. فمعظم يا ولاد ponds و lakes على طول الwater موجودة all the year. طيب امتى بيحصل problem بقى يا ولاد؟ some other ponds and lakes dry up in the hot summer month. ساعات يا ولاد طبعا في الهوت summer month أو due to the hot of the sun بيحصل ايه يا ولاد؟ بيحصل evaporation للليكس والبونز، فطبعا يا ولاد بيحصل لهم drought أو ponds and lakes dry up. يبقى because the temperature increases in summer water evaporates faster. طبعا كل المياه اللي بتبقى موجودة يا ولاد في البونس والليكس بتتبخر، عشان كده يا ولاد بتجف طبعا البحيرات وبرك المياه دي. طيب what happened to animals that live in lakes when they dry up؟ الانيمالز بقى يا ولاد that live in lakes المفروض ان هم يحصل لهم ايه؟ animals and plants must adapt to the changes that happen in these ponds and lakes or they will die. لو هم يا ولاد ما عرفوش يعملوا adaptation بعد ما هيحصل drought للليكس والبونز، طبعا كده هيحصل لهم ايه؟ طبعا كده هيحصل لهم death وهيموتوا، عشان كده they must adapt to the changes. طيب احنا قلنا قبل كده يا ولاد examples على ال salt water lakes اللي موجودة in Egypt. تعالوا بقى دلوقتي نقول example على ال fresh water lakes. احنا دايما يا ولاد افكركم ان الليكس عندي فيها salt water وفي other lakes بتكون fresh water. طيب تعالوا نشوف هنا الليكس fresh water. عندي ليك ناصر، ليك كارون، وليك وفوادي الريان are fresh water lakes in Egypt. اتكلمنا دلوقتي يا ولاد عن الponds والليكس. تعالوا بقى نمبر 2 يا ولاد نتكلم عن flowing water bodies. يعني ايه flowing water bodies؟ يعني water bodies يا ولاد الwater اللي بتكون فيها بتكون flowing، الwater اللي فيها يا ولاد بتتحرك زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ما بتكونش still water، لا يا ولاد دي بتكون flowing water bodies. زي مين؟ زي rivers and streams. الاتنين دول يا ولاد flowing water bodies. ده كده يا ولاد شكل streams، بيكون مجرى من المية كده، طبعا المية اللي فيه بتكون flowing. يبقى streams are small bodies of flowing water. كده يا ولاد احنا خلصنا كلام عن salt water، كلمنا عن salt water in ocean and sea، وكمان قلنا salt water in some lakes، وبعد كده خدنا fresh water. قلنا أول حاجة fresh water in ponds and lakes، وكمان يا ولاد خدنا fresh water in rivers and streams اللي هي flowing water bodies. طيب دلوقتي يا ولاد هناخد different aquatic ecosystems. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الponds والstreams والoceans. دول يا ولاد ثلاثة aquatic ecosystems مختلفين، هنشوف فيهم living organisms اللي بتعيش فيهم وايه نوع الwater اللي موجودة فيهم. يبقى هنتكلم عن الثلاثة دول دلوقتي different aquatic ecosystems. هنبدأ أول حاجة معانا يا ولاد ponds.
لسه قايلين يا ولاد من شوية إن type of water imports fresh water. طيب water movement بتكون إيه؟ يعني إيه يا ميس water movement؟ يعني هل يا ولاد الwater اللي في البونز بتتحرك ولا الwater دي بتكون still water؟ برافو عليكم، البونز يا ولاد بتكون still water، الwater بتكون ثابتة مكانها ما بتتحركش، غير طبعا على عكس الريفرز والستريمز، لكن هنا الwater بتكون ثابتة still water. طيب إيه السبيشيز living بونز؟ ايه الليفنج اورجانيزمز يا ولاد اللي بتعيش في البونز؟ اول حاجه يا ولاد ووتر ليليز، some plants like water lilies. او خدنا الووتر ليلي يا ولاد السنه اللي فاتت اللي بتكون عندها وايد ليفز، وادام يا ولاد قلت ووتر ليليز يبقى على طول مين الانيمال اللي بيقف على الووتر ليليز يا ولاد؟ هو الفروجز. طبعا عندي فروجز وسالماندرز، الاتنين دول يا ولاد اللي بيقفوا على الووتر ليلي، يبقى دول يا ولاد برضو بيكونوا موجودين في البونز. اه بصوا هنا كده يا ولاد، ادي الفروج اهي واقفه على الووتر ليلي، تمام. وعندي يا ولاد some insects live and lay their eggs in ponds. عندي يا ولاد insects بتحط الايجز بتاعتها على البونز. لا طبعا يا ولاد، لان البونز عباره عن ستيل ووتر، الميه بتاعتها ثابته ما بتتحركش، عشان كده يا ولاد insects lay their eggs in ponds. واخر حاجه معايا يا ولاد some types of worms such as leeches. leeches ده يا ولاد نوع من انواع الورمز، بعض انواع الورمز يا ولاد زي الليتش بيعيش فين بقى؟ at the bottom of ponds، بيعيش كده يا ولاد في اسفل البونز دي اهو يا ولاد، ده كده شكله شايفينه، نوع من انواع الديدان اسمه leeches، ده type of worms، تمام. طيب لو قال لي طبعا give a reason some insects lay their eggs in ponds، هنقول ليه طبعا يا ولاد؟ because ponds have still water so the eggs will not move away، الايجز طبعا مش هتتحرك، عشان كده بيحطوا الايجز بتاعتهم على البونز. طيب what happened to the eggs of a frog if it lays its eggs in a river instead of a pond؟ طبعا يا ولاد الريفر flowing water bodies او moving water، الريفر الووتر فيه بتتحرك، فايه اللي هيحصل للايجز؟ the eggs will move away with the running water of a river، تمام يا ولاد. number 2 هنتكلم عن streams type of water برضو يا ولاد، fresh water. طيب هنا بقى الووتر movement، برافو عليكم، streams و rivers running water. تعالوا يا ولاد نشوف species living ponds. number 1 عندي some mosses attach themselves to the rocks of streams. يعني ايه يا ولاد mosses؟ mosses يا ولاد يعني طحالب، mosses look like algae، يعني طحالب يا ولاد عامله زي الالجي اللي بنشوفها in the water، تمام يا ولاد. دي كده اول حاجه بتكون موجوده في الستريمز. number 2 يا ولاد تعالوا نشوف الانيمالز living streams. عندي اول حاجه دي كده يا ولاد اسمها catfish. number 2 يا ولاد اللي انتوا شايفينها دي اسمها crayfish. crayfish ده يا ولاد جراد البحر. واخر حاجه عندي يا ولاد تراوت. تراوت يا ولاد يعني سمك السلمون، كل دول يا ولاد living streams، تمام. اخر حاجه معايا يا ولاد oceans and seas. طبعا type of water salt water. طيب water movement، طبعا يا ولاد الاوشن اند سي water is constantly moving in the form of waves، الووتر يا ولاد بتتحرك باستمرار في شكل waves that crash onto the shore، طبعا بتخبط فين او بتصطدم بالشاطئ. طب تعالوا نشوف species in oceans. عندي اول حاجة كلب. كلب ده يا ولاد اللي هو عشب البحر، وعندي دولفين وستار فيش، واخر حاجة يا ولاد موسس فيش او فلاوندر فيش، ده يا ولاد بيكون اسمه سمك موسى او السمك المفلطح، اسمه موسس فيش او فلاوندر فيش. عندي some facts about oceans and seas، ان الويفز يا ولاد اللي بتكون في الاوشن والسي بيكون سببها الويند او الرياح، يبقى wind moves the water of oceans and seas forming waves. وعندي حاجة كمان يا ولاد اسمها ocean currents. اسمها ايه يا ولاد؟ ocean currents. شايفين يا ولاد؟ شايفين الاوشن ازاي بيلف كده في دوامات او دواير كده؟ يبقى ocean water circulates around the world in patterns called ocean currents. دي يا ولاد اسمها ocean currents او تيارات المحيط. كده يا ولاد نكون خلصنا lesson 4، فاضل لي اخر جزء بسيط معايا في الكونسبت وهو lesson 5. بس قبل ما اقول الجزء بتاع lesson 5، لو وصلتوا لهنا من الفيديو ما تنسوش يا ولاد تحطوا لايك للفيديو لو بتستفادوا من القناة، وتدوسوا على سبسكرايب، وتأكدوا انكم دوستوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. عندي يا ولاد هيدروجيستس. مين الهيدروجيستس دول يا ولاد؟
دول يا ولاد ساينتست، العلماء اللي مسؤولين عن ايه؟ هو study water and its movement around the earth. طبعا احنا قلنا ان كلمة هايدرو معناها water، عشان كده العلماء دول يا ولاد اسمهم هايدرولوجيست. دول scientists who study water and its movement around the earth. فالعلماء دول يا ولاد ابتدوا يدرسوا الميكروبلاستيكس ويشوفوا ازاي هي بتعمل pollution على living organisms in aquatic ecosystem. قالوا ان الميكروبلاستيك، خدناها طبعا الكلام ده الترم الاول، عبارة عن plastic pieces whose lengths are less than 5 millimeters. طبعا طولها بيكون صغير جدا، اقل من 5 millimeters. كمان الميكروبلاستيكس يا ولاد ده بيكون سببها البلاستيك ويست لما بيحصل لها بروكن داون. طبعا بقول الكلام ده بسرعه لان احنا عارفينه كله بالتفصيل من الترم الاولاني. يبقى هي بتكون عباره عن بلاستيك ويست، والبلاستيك ويست دي بيحصل لها ايه بقى عشان تتحول لميكروبلاستيك؟ is broken down into small particles by wind او sunlight وكمان wave action at sea. يبقى البلاستيك ويست يا ولاد بتتكسر طبعا باليو في رايز اللي بتجيلي من sunlight وكمان بالويند وكمان بالويف اكشن لحد ما بتتحول لميكروبلاستيك. فطبعا يا ولاد اكتشفوا ان الميكروبلاستيكس found in aquatic ecosystem are more harmful than large plastic waste. الميكروبلاستيك يا ولاد بتكون اكتر ضرر من اللارج بلاستيك اصلا. يعني لو انت رميت كيس بلاستيك ده بيكون مضر، لكن لو الكيس البلاستيك ده اللي انت رميته اتحول لميكروبلاستيك ده بتكون يا ولاد more harmful. طب ليه؟ طبعا يا ولاد خدنا الكلام ده برضو الترم الاولاني. because aquatic organisms زي السي تيرتلز كده يا ولاد can't differentiate between their real food and plastic waste. ما بيقدروش يفرقوا طبعا ما بين الاكل بتاعهم وما بين البلاستيك ويست. so they can eat these pieces of plastic and get hurt. وعندي يا ولاد another scientists عملوا لي analyzing pollution. يعني عملوا ايه يا ولاد؟ a group of scientists in India took samples of the water، خدوا عينات يا ولاد من الميه and the soil of a polluted river. وكمان السويل يا ولاد ان احنا حطينا لها water من polluted river، خدنا عينة من هنا وعينة من هنا. اكتشفوا ايه بقى يا ولاد؟ اكتشفوا ان الميكروبلاستيكس were present in the water and the soil of that river. لقوا يا ولاد في عينة الووتر اللي لقوها مايكروبلاستيك، وكمان السويل يا ولاد اللي احنا حطينا لها polluted river او مية من الريفر لقوا فيها برضو مايكروبلاستيكس. لقوا يا ولاد ان most of these microplastics were from decayed plastic carry bags, packing materials and fishing lines. بسبب يا ولاد طبعا الاكياس البلاستيك اللي احنا بنرميها وكمان خطوط الصيد. تمام يا ولاد؟ طيب احنا طبعا المفروض نعمل ريسايكلينج للبلاستيك بوتلز او البلاستيك باجز. كل الكلام ده يا ولاد احنا خدناه الترم الاول، ان انا بعمل ريسايكلينج. يعني ايه؟ يعني بدل ما اعمل throwing للبلاستيك بوتلز او البلاستيك باجز in seas and oceans بعمل لهم ريسايكلينج. طب لو قال لي give reason يا ولاد هقول ليه؟ هقول طبعا لان البلاستيك بوتلز او البلاستيك باجز pollutes water and affects the survival of aquatic organisms. كده يا ولاد الحمد لله نكون خلصنا concept 1، خلصنا ال 5 lessons of concept 1. ما تنسوش يا ولاد كل اللي متابعيني في القناه يكتبوا لي اساميهم تحت في الكومنتس، وهقولها ان شاء الله في اول فيديو معايا في concept 2 الاسبوع الجاي باذن الله. ان شاء الله ترم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.